في تنويع بين العناصر الخبره والعناصر الشابه، وكان واضح ان ايهاب صاحي للموضوع ده، يعني كان عارف هو امتى بينزل حشاد وامتى حتى وهو كويس بيسحبه يروح منزل مودي، عشان يقدر مودي لعيب خبره ويقدر يمسك الملعب. صحيح الكلام ده كله. في حاجه تانية برضو احب اتكلم فيها يمكن مفيش ناس كتير بتاخد بالها منها، المباراه الاولى والمباراه الثانيه. المباراه الاولى احنا الشوط الثاني كان الملعب اللي على اليمين، امبارح احنا بدانا الملعب اللي على اليمين. ليه بقى الموضوع ده مهم؟ عشان احمد الاحمر يبقى جنب التغيير الشوط الثاني. الماتش الاولاني كان احمد الاحمر بعيد عن التغيير الشوط الثاني، فعلشان يطلع وينزل دي بتبقى بالنسبه للمدرب بتبقى في ترتيبات كتير جدا عشان يقدر يعملها جدا، وبتبقى مش متوقف عليه بقى كمان ان هو يلحق يغير او لا، دي بتبقى متوقفه على اللي في الباك ليفت بيلعب كويس ولا لا، وبيرجع يدافع كويس ولا لا. يعني ممكن اوقات ابقى محتاج احمد الاحمر جدا في الملعب، بس في التغييره البعيده مش قادر انزله او يلعب كتير علشان اللي في الباك ليفت برضه محتاج هو كمان يتغير، او اللي بيلعب في الهاف. فكان مهم ان بالظبط ان احنا الاحمر كانت تغييرته قريبه في الشوط الثاني جدا جدا، وده ظهر بقى في ايه؟ في اخر 10 دقائق. في اخر 10 دقائق، ما هو اللعيب الخبره مش فكره ان انا هجيب جون بس. النهارده احمد الاحمر امبارح في كوره فاضل 7 دقائق وفرق واحد للاهلي وسلبي، عملها البكار بالظبط. دي كور بتبقى ترنينج عملها البكار بوينتس. حلو قوي، شفت عملها يعني هو دي كان كور ترنينج بوينتس في الماتشات. يعني الكوره دي ضاعت وهي كان يعني بوتنشال ان هي تضيع كبير جدا، لانه فرق سلبي وكرة سلبي وفرق واحد للاهلي وباصه واحده خلاص بالظبط. فالكره دي ضاعت ممكن تقلب ماتش. الكره دي الكره الثانيه برضو بمنتهى الهدوء والخبره راح مسقطها لخالد وليد جول. الكره الثالثه عدى بين واحد واثنين ضربه جزاء. الكلام ده كله كان ممكن ما يبقاش موجود اصلا لو التغييره بعيده. فدي حاجه بتفرق جدا جدا. برضو كانت موجوده امبارح، وده كان فرق بين المباراه الاولى والمباراه الثانيه. صحيح ان احمد الاحمر يبقى جنب التغيير في الوقت الحساس اللي محتاج احمد الاحمر. بتتوقف بقى على القرعه من بدايه المباراه، الكوره يعني ولا الملعب انا متخيل ان في خناقه قبل الماتش بين كباتن بين الاحمر والمصري قبل الماتش على مين في القرعه مع الحكم. بالظبط بتبقى الزمالك ما بيبقاش مركز انه ياخد الكوره، عايز الملعب عشان يختار الملعب.